يمكن في البداية اتكلمنا عن المسلسلات أو الوجبة الدرامية اللي بتقدمها لنا المتحدة السنة دي المتنوعة بشكل كبير، ومن المسلسلات اللي الجمهور منتظرها في رمضان السنة دي بيراهن على نجاحها مسلسل حق عرب اللي بيشارك فيه كوكبة كبيرة من النجوم، على رأسهم طبعا الفنان أحمد العوضي والفنانة المتميزة جدا اللي دايما طاقتها الفنية مليئة بالإبداع الفنانة دينا فؤاد. ويمكن دي شاذلي مش أول مرة دينا فؤاد والعوضي يجتمعوا مع بعض، شفناهم السنة اللي قبلها في اللي ملوش كبير. صحيح، انا متابع دينا على فكره من ايام الدالي. ايوه 2007 تقريبا دي كانت البدايه، وهي طبعا اعلاميه يعني زميله احنا بنتشرف بيها. دينا دلوقتي طبعا بتشارك زي ما بسنت قالت في حق عرب مع العوضي، بتقوم بدور بنت في منطقه شعبيه واقفه على نصب شاي اسمها حنان. ايه اللي هتعمله حنان بالظبط؟ لانه دايما الادوار بتكون اللي بالشكل ده بيكون صعب جدا على الممثل ان هو يتقمص هذه الشخصيه ويعيش هذه الشخصيه، بتتطلب مجهود كبير جدا. لكن هنعرف كل التفاصيل عن هذا الدور من النجمه الجميله دينا فؤاد اللي معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير عليك، وصباح الخير يا بسنت، صباح الخير عليك وميرسي على التقديمه الحلوه، وصباح الخير يا مصر. ويعني في البدايه زي ما بسنت قالت انا بشكر المتحده على الوجبه الدسمه اللي هي مقدمها في رمضان والفرصه اللي بيديها لكل الفنانين السنه دي. طيب نتكلم عن حنان على طول، نبدا بحنان. طيب يلا. حنان وعبد ربه هيجتمعوا ازاي في مسلسل حق عرب؟ حنان وعرب ده وعرب. في البدايه هيجتمعوا ازاي؟ هي بنت واقفه على نصب شاي بتساعد ابوها في منطقه شعبيه المغربلين، وهو شغال في مغلق خشب عند المعلم عبد ربه كبير المنطقه، ومفروض ان هم يعني متربيين مع بعض في نفس الحاره، ويعني المفروض ان هم بيحبوا بعض من هم صغيرين يعني. او تمام. هي فتحت عينها على وجود عرب في حياتها، ويعتبر هو اللي مربيها يعني. اللي يعرف دينا فؤاد عارف ان دي مش شخصيتها تماما، يعني دينا من الناس الهاديه جدا، مش دي شخصيتك. فانت بتذاكري ازاي للادوار اللي زي دي يا دينا؟ ازاي بتبعدي عن شخصيتك وتروحي لحاجه اكستريم تماما وتتقنيها بصراحه؟ يعني احنا شفناكي قبل كده في كذا دور يعني بتتقني انك تبعدي عن شخصيتك الحقيقيه. بصي طبعا يعني هو الفنان لازم طول الوقت يبعد عن شخصيته الحقيقيه علشان إن الجمهور يحس ان هو يعني الفنان بينوع. تاني حاجه الورق بيساعدك قوي ان انت تبعدي عن شخصيتك الحقيقيه، ويمكن حنان الغرباوي في عرب حقيقي الورق مساعدني جدا، ومحمود حمدان باذل مجهود كبير جدا في الورق، استاذ اسماعيل فاروق المخرج باذل مجهود كبير جدا ورا الكاميرا معايا علشان هو فعلا بيتحدى بحنان الغرباوي انه يطلعها بشكل مختلف السنه دي. اكيد كل الناس اللي حواليك النجوم الكبار اللي موجودين معايا مساعديني، يمكن زي ما انت قلتي دي مش اول مره مع احمد العوضي، ثالث مره كان الاختيار ده اول لقاء بيني وبينه، ويمكن يعني ده كان حصل تكريم من السيد الرئيس في احتفالات 6 اكتوبر والقوات المسلحه على مسلسل الاختيار، وكرمني بشكل خاص على دوري. فده كان من المسلسلات برضو اللي يعني انا بعتز بيها جدا جدا جدا. وبعد كده اللي ملوش كبير ده عمل ضجه جامده جدا ما بين الخديوي وادريه، لان كمان كان يعني مسلسل للنجمه ياسمين عبد العزيز، فجمهورها ساعد كتير قوي على نجاح المسلسل والادوار الشعبيه الحلوه اللي فيها حاجه جديده حقيقي الناس بتحبها وبتتفاعل معاها. طيب دينا احكي لنا عن الكواليس بقى بينك وبين يعني فريق العمل كله والعوضي، بما ان في الفه شويه ما بينكم، انتوا اشتغلتوا مع بعض كذا مره، في شايفين وجوه شباب جديده معاكم كمان، احكي لنا عن الكواليس كانت عامله ازاي؟ احنا شايفين دلوقتي فيديو يمكن الناس وقفتكم في الشارع ما كانوش عايزين يسيبوكوا تمشوا. بصي هو الحمد لله العوضي عامل جماهيريه مع الناس جدا، وزي ما انت شايفه يعني في المناطق الشعبيه كمان يعني بيستقبلوه استقبال حار. احنا تقريبا قعدنا يومين في المعز مش عارفين نصور بسبب عوضي، يعني تقريبا بوظنا التصوير بسبب اخواته اللي بيتلموا عليه ويعني بيحبوه وهو بيعتز بيهم جدا. بس حقيقي الكواليس دي احنا بنبقى مبسوطين من حب الناس ومن تقديرهم ومن استقبالهم لينا. في كيمياء بيني وبين العوضي، ويمكن دي اتاكدت اكتر كمان هنا في حق عرب، وانتوا هتشوفوها وهتحسوا بيها. هو كمان مجتهد جدا وبيساعد الناس اللي معاه،
الكوكبة الكبيرة من النجوم بقى، سواء طبعا النجمة وفاء عامر، الشخصية الجدعة المميزة اللي بتشتغل على نفسها في كل دور، اللي أنا بقولها الملكة نازلي يعني، من كتر ما هي حقيقي شخصية تحسي إن هي بتحب كل الناس وجدعة مع كل الناس وبتشتغل على نفسها بزيادة في كل شخصية بتعملها. أستاذ رياض الخولي مش أنا اللي هتكلم عليه، أستاذ كبير، ممثل صحيح. كبير جدا. الشباب اللي معانا دنيا المصري دي تعتبر أختي وصحبتي، كارولين عزمي مميزة جدا جدا في أدائها، وليد فواز عامل حقيقي دور جبار ويمكن الناس شايفين ده من البرومو. معانا كمان إبراهيم السمان، ده شخصية حقيقي من الناس الصاعدين اللي هيعملوا شغل حلو قوي في المسلسل. معانا كمان منذر عامل دور أخويا، ده طفل يعني هنقول الطفل المعجزة يمكن، ودمه خفيف قوي. عارفينه كان ضيفنا من فترة في صباح الخير يا مصر. جميل حالة الألفة اللي انت بتتكلمي عنها دينا، بتنعكس بكل تأكيد على العمل. أكيد طبعا أكيد. طيب انت ايه أكتر حاجة عجبتك في شخصية حنان؟ هي الشخصية كلها شخصية مركبة وصعبة وفيها أكتر من شخصية. يعني شخصية حنان لما هتبدأ غير وانت بتتفرج عليها في تحولات في الشخصية كمان، غير في الحلقة العشرة، غير في الحلقة الثلاثين، لا هي تحولات كتيرة. اللي هو أنا من يعني من كتر ما الشخصية صعبة ومركبة عندها دراما تقيلة قوي، أنا قلت العوضي كفاية كفاية مشاهد فيها دراما، تعبت تمثيل من كتر ما حقيقي الشخصية دسمة. بس أنا فعلا مبسوطة بيها، يحسب للمؤلف طبعا الشخصية الثقيلة اللي مكتوبة على الورق. هو مش كاتب حنان بس على فكرة، شخصية مركبة وصعبة، هي كل الشخصيات في المسلسل عندها أحداث ومحاور رئيسية في الدراما. وإن شاء الله يا رب نكون عند حسن ظن الناس. يعني العوضي عنده جمهور كبير جدا، وانت كمان يا دينا عندك جمهور كبير قوي، كلنا مستنيين حق عرب. يعني ابتديتوا خلاص بتخلصوا في الحلقات ولا لسه شويه؟ بصي يعني احنا تقريبا مخلصين لحد الحلقه 18 او بنقفل الحلقه 18، وهنبدا بقى الحاجات الباقيه في اخر 12 حلقه. الحمد لله الورق مكتوب ودايسين كتير في الحلقات الاخيره، بس هندخل شويه في رمضان يعني كالعاده. انا عارفه انه مجهود كبير طبعا، وكلنا مستنيين المسلسل، بنتمنى لك كل التوفيق يا دينا. انت نجمه كبيره وجمهورك كبير وهتكسري الدنيا ان شاء الله، ده اكيد. ميرسي يا بشنت بجد، وكل سنه وانتم طيبين، وصباح الخير يا مصر. صباح الخير عليكي، بنشكرك الفنانه دينا فؤاد، شكرا ليكي.